يوم جميل جدا في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. قابلت مجموعة رائعة من الطلبة مع الصديقة العزيزة الحبيبة الدكتورة عبير حمدي، من الناس المخلصة جدا في العمل، والعمل معاها متعة بجد، وحبها للطلبة وحبها للإفادة. كمان تشرفنا بحضور سيادة العميد الأستاذ الدكتور خالد عبد الجواد، شرفني جدا جدا، شكرا جدا على الحفاوة الحلوة، الطلبة المتفاعلين الرائعين دول، وأحدث عضو منضم لكتيبة باحثي الإعلام، أحد الطلاب المتميزين جدا جدا، طارق حسب النبي. طارق السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها كان طالب ملفت من كتر الجمال العلمي والخلقي والقيمي، الله يوفقه إن شاء الله. ده طارق. عايزة أقول لكم إن مجموعة رائعة من الطلبة الجمال المتفاعلين جدا مع الموضوع اللي كان عن إزاي نحط الخريطة البرامجية. كان لقاء لطيف مبهج. أنا بستمتع بجد لما يكون معايا مجموعة مخلصة من الأساتذة والباحثين، وإدارة جيدة جدا، وكمان شباب الباحثين والطلبة.